معايا عبر الهاتف الآن واحد من أهم المدربين المصريين في السنوات الأخيرة، واحد من أهم الناس دائما وأبدا حديثها فيه كل الاحترام والأخلاق، لاعب رائع، مدرب قدير، الكابتن الكبير كابتن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش. يا كابتن عبد الحميد، مشرف ومنور، وكل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب يا كريم، وأسرتك بخير، وكل مشاهديك بخير، وسنة سعيدة عليك يا رب وعلى كل المصريين يا رب العالمين. أنا بشكرك من قلبي على كلامك الجميل، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أكون دايما عند حسن الظن، وإن شاء الله بإذن الله أشوفك دايما متألق ومتميز كالعادة. أنت واحد من أفضل الناس اللي موجودين على الساحة، إن شاء الله بإذن الله دايما كده متميز ومتألق إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا كابتن عبد الحميد. وعلشان حضرتك دخلت معايا وأنا أتحدث عن منتخب مصر، فهبدأ بمنتخب مصر الأهم من كل الأندية قبل ما أتكلم كمان عن طلائع الجيش. منتخب مصر وبداية رائعة النهاردة بإذن الله في معسكره قبل كأس الأمم الأفريقية. تقول إيه لمنتخب مصر قبل هذه البطولة ولاعبي منتخب مصر والجهاز الفني، وتقول إيه الجماهير كمان، جماهير الكرة في مصر وهو مطالب دائما بالمساندة؟ يمكن أنا هاخد من كلام حضرتك الكلام الأخير اللي أنت ذكرته، اللي, 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 اللي كلام طالع من قلب وواصل لكل قلوب المشاهدين، فهو ده الكلام اللي المفروض نتعامل معاه. كل واحد فينا عنده أفكار، وكل واحد فينا عنده لعيبة من وجهة نظر هو بيشوفها الأحسن وبيشوف لها أحق وبيشوف ما بيحطش نفسه مكان المدير الفني اللي شايف من وجهة نظره هو إن دول أفضل اللعبة بالنسبة لي وقادرين إنهم يقضوا لي في الفترة دي الفكر التدريبي اللي أنا محتاجه. صحيح. فوجب علينا جميعا الاحترام، وإن إحنا نحترم اختيارات المدير الفني بالشكل اللازم للتقدير، اللي هو الدعم الكامل لجميع اللاعبين والمساندة من قلوبنا ودعواتنا القلبية لهم بالتوفيق، وإنهم يرجعوا لنا ببطولة وحشتنا كتير وما خدناهاش بقالنا فترة، وثقتنا فيهم لازم تكون كاملة. صحيح. في جميع اللاعبين. صحيح. في جميع اللاعبين الموجودين ثقتنا فيهم، ولهم منا الدعم والمساندة والدعوات الخالصة إن شاء الله ربنا يكون معاهم ويكون موفقهم بإذن الله، وكل الدعم للجهاز الفني واللاعبين، وإن إحنا لا نملك الآن إلا زي ما حضرتك قلت المساندة الكاملة، وإنهم يجدوا من جميع الجماهير المصرية اللي دايما بنحتاجها ودايما في وقت البطولات هي المساند الأول رقم واحد. مظبوط. وأنا بشكر اللاعبين إنهم، وبتمنى لهم إنهم يكونوا إن شاء الله على قد المسؤولية، وإن شاء الله بإذن الله منتخبنا يرجع لنا من كوت ديفوار حاصل على بطولة الأمم الأفريقية بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. كابتن عبد الحميد، على حسب رؤيتك كده للقارة الأفريقية دلوقتي والمنتخبات اللي فيها، مين المنتخبات اللي شايفها تنافس منتخب مصر على هذه البطولة؟ يمكن أنا 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 عندي ثلاث منتخبات شايف إنهم مع منتخب مصر بيمثلوا الرباعي اللي واحد منهم مش هتخرج البطولة من خلالهم. أنا بتكلم كفني طبعا رقم واحد اللي بتمناه من قلبي 100% 100% ترجع. انما بتكلم على منتخب زي منتخب المغرب، منتخب قوي جدا. صحيح. بتكلم على منتخب زي منتخب الجزائر، زي منتخب السنغال. ثلاث منتخبات انا شايفهم مع منتخبنا الوطني يعني هم ابرز المرشحين للفوز بلقب البطوله الافريقيه، وان كان مصر دايما هي بتيجي رقم واحد في الترشيحات. صحيح. طيب. فاتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ربنا يوفقنا ونرجع ببطولة وحشتنا يا كابتن كريم. 100% والله يا كابتن عبد الحميد، من 2010 يعني احنا انا امبارح وانا بقول الارقام 2010 واحنا دلوقتي 2024، 14 سنة في بعض المنتخبات بتقعد اكتر من 14 سنة ما تاخدش كاس الامم الافريقية، بس احنا بالنسبة لنا 14 سنة ده كتير قوي. كتير قوي يعني. كتير قوي. طيب. خاصة ان احنا لنا الريادة يعني. 100%.